تعزم على حد بسجارة يقول لك لا ما بدخنش، امال ايه اللي حضرتك ماسكه ده؟ يقول لك دي سجارة الكترونية. ايه يعني؟ بقيت بقى تمشي وتروح وتيجي. انا ما بدخنش على المستوى الشخصي، انا بشحت سيجارة. المهم ان انت بقى منتشر بشكل كبير بين ناس كتيرة من كل الطبقات من كل الاعمار، حاجة اسمها السيجارة الالكترونية. كده يقول لك انا كده اقلعت عن التدخين والدكتور ولا حد وصفها لي وشويه وخلاص هبطلها. لكن النهارده لا، في ابحاث في دراسات بتتعمل بيقول لك ان السيجاره الالكترونيه بتسبب السرطان. وش كده؟ وتعمل لك مشاكل في الجينات ومشاكل في الهرمونات. يعني بيقول لك كمان السيجارة الإلكترونية أخطر من السيجارة الورقية العادية. يعني إخوانا خلوا بالكم، القصة ما بقتش كده بسيطة وسهلة، إن مش استسهال أنا وقفت التدخين فخلاص همسك السيجارة الإلكترونية. دراسة كاملة منشورة النهاردة بتقول لك لا، بتحذر تماما. أول حاجة بتقول لك بتمنع عملية الأكسدة في الجسم مما سيفسح المجال أمام الأمراض المزمنة. معايا على التليفون الأستاذ الدكتور حسام حسني مسعود، رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني. مساء الفل دكتور حسام. مساء الفل أستاذ محمد، وحشني جدا. الله يخليك. بقول لك يا قمر، إيه قصة السيجارة الإلكترونية المنتشرة والكل متصور كده إن هو خلاص بطل تدخين وإن السيجارة الإلكترونية لا تضر؟ خلينا نقول الأول قصة إن أنا بشحت سيجارة، ها؟ نعم. فكلمة مدخن اللي هو بيدخن سيجارة في اليوم. نعم. سواء خلاص يبقى أنا كده بقيت مدخن، ده أنا قلت على الهوا أنا مش مدخن، بشحت سيجارة. بالظبط. يعني. كويس، فشحتها اشتريتها فأنت مدخن، ها؟ كويس، وكلمة مدخن كلمة سيجارة في اليوم، كويس، دي معناها إنك تحمل كل مشاكل التدخين. نعم. فالتدخين تأثيره مش بعدد السجاير، بعدد بقابليتك أنت للسجارة. يعني كده ما بقاش في حاجة اسمه مدخن شارع خفيف أو تقيل أو شارع أو تقيل أو كده زي ما بنستخدم. طبعا كل ما بنزود عدد السجاير في اليوم كل ما المشاكل بتكتر. نعم. لكن برضو في مقولة مهمة إن تأثير السجاير يعتمد على عوامل وراثية داخل الجسم. نعم. السيجارة فيها 3400 مكون كيميائي. كويس. الذي يمثل ويؤدي إلى إدمان هو النيكوتين. نعم. لكن العوامل الأخرى تؤدي إلى عوامل مشرطنة وكده، فده كان على أساس هذا الأساس تم اختراع السيجارة الإلكترونية، ها، أو الشيشة الإلكترونية. جميل. على أساس أن المادة التي تؤدي إلى الإدمان هي مادة النيكوتين، والمواد الأخرى هي دي اللي تؤدي إلى السرطان أو السدة الشعبية أو التهابات الشعب المزمنة. طيب. فتعالى ندي للمريض أو للمدخن، عشان نقول أن المدخن هو مريضة، المادة التي تجعله يلتزم بالتدخين بدون اثار جانبيه. نعم. ده كان الهدف الاول. والهدف بتاع السيجاره الالكترونيه هي كوبري للاقلاع عن التدخين وليس بديل عن التدخين. نعم. يعني المدخن دائما عنده مشكلتين، مشكله تاثير النيكوتين ومشكله عاده السيجاره. نعم. فتعالى نغير العاده بوسيله اخرى ونستبدل المواد المضره. فهي كوبري للاقلاع عن التدخين بحيث اللي كان بيكتبها من الدكاتره زي ما حضرتك قلت، ان في بعض الدكاتره بيوصفوها بس ما بيوصفوهاش كبديل للتدخين. طيب، ماذا عن السيجاره الالكترونيه في حد ذاتها؟ هل فعلا تؤدي الى الاصابه بكل هذه الامراض اللي الواحد قرا عنها؟ لا توجد ماده كيميائيه ليست لها اثار جانبيه. يعني السيجاره الالكترونيه فيها ماده كيميائيه وبالتالي هيبقى لها اثار جانبيه. كويس، لكن خلينا نقول ان حتى النهارده الاف دي اي او منظمه الاغذيه والمشروبات كانت مطلعه بحث النهارده ان هم بيلزموا شركات التدخين بتقليل نسبه النيكوتين في السجاير. علشان نبدا نقلل نسبه ان الناس يبقى عندهم ان هم يبقوا مدمنين. متعلقين. كويس. لكن خلينا نقول ان السيجاره الالكترونيه لو استخدمت ككوبري للاقلاع عن التدخين هي وسيله جيده. ككوبري. لكن هي وسيله. انما مش للنهار. لكن مش هي وسيله ان انا بستبدل وسيله بوسيله، لو استخدمتها وسيله بوسيله ما اسوء من ست الى سيدي. كويس، ولها مشاكل. يعني احنا نقول له احنا نقول للي بيدخن السيجاره الالكترونيه ايه؟ استخدمها شهرين ثلاثه واقلع عنها؟
هو اللي هو بيستخدمها ليه الاول؟ هو بيستخدمها كبديل. فهو انا عندي بعض الناس اللي انا معرفهم معرفه شخصيه كويس جابوها لاولادهم اللي هم عندهم 17 و18 سنه عشان وسيله امنه. دي مصيبه سوداء. هي ليست وسيله امنه. ليست وسيله امنه. كويس، لكن هي وسيله من وسائل الاقلاع عن التدخين. انا ببدل شيء في منتهى الخطوره، بديك حاجه مؤقته اقل خطوره علشان تقلع. وبالتالي ينصح بعدم استخدامها على اطلاقها بقى. لا توجد استخدام على الاطلاق. الاستجاره الاقتصاديه كان بيوصفها الدكاتره للاقلاع كوسيله مساعده لاقلاع التدخين. نعم. كويس، لكن احنا طبعا بقى اصبحت في محلات متخصصه لبيعها. النصيحه بقى كطبيب امراض صدريه. التدخين يؤثر على جميع اعراض الجسم. التدخين، انا مش هنتكلم على السرطان، مش هنتكلم على الاورام، مش هنتكلم، لكن التدخين يؤثر على كل الجسم. يعني الست اللي خايفه على بشرتها بنقول لها خدي بالك ان التدخين بيكبرك في سنك 10 سنين، لان بيؤدي الى تجاعيدات وتجاعيد في الوجه. كويس، الراجل اللي بيدخن يقول له خد بالك ان التدخين يؤدي الى تقليل الخشوبه. طب اللبانه اللي بقت مستخدمه برضه، في لبان؟ اللبان النيكوتين هو وسيله مساعده للاقلاع عن التدخين. خلينا نقول ان التدخين اصبح نوع من الادمان. احنا كنا زمان بنسميه عاده، دلوقتي احنا العالم كله بيعتبر المدخن التدخين ادمان مدمن. يبقى النصيحه من حضرتك، اولا انا بشكرك الاستاذ الدكتور حسام حسني مسعود رئيس قسم الامراض الصدريه بطب قصر عيني، ان زفت سيجاره الكترونيه سيجاره ورقيه زفت، وطلع لو بتشرب سيجاره واحده في اليوم زي كده لا يقال عليك مدخن، تطلع شحته شحاته تطلع شريحه مدخن. مساعد وزير الخارجيه الاسبق رئيس اتحاد المستثمرين العرب دكتور سفير جمال بيومي كتب النهارده بوست على الفيسبوك عجبني، هو ودكتور جابر نصار، حبيت اعرضهم النهارده، اعرضه يا شباب البوست. دكتور جمال سفير جمال بيومي كاتب بيقول لك ايه، سؤال حسن النيه، هل يدلني احد الاصدقاء على دوله من دول العالم، هو بيرصد هنا عجائب مصر الخمسه، تمتلك حكوماتها محلات لبيع البيجامات والملابس الداخليه؟ يعني هتقول لنا دوله في العالم حكومتها بتبيع الملابس الداخليه، طبعا قصده مصر. طيب هل يدلني احد الاصدقاء على دوله من دول العالم تمتلك مصانع مغلقه فيها 12 ضعف العمالة اللازمة وتدفع لها نسبة من الأرباح؟ بيتكلم على مصانع الغزل والنسيج، مصانع حديد وصلب وكلام. تمتلك أكبر دور العرض السينمائي والمسرح وتغلقها جميعا وتدفع أجور موظفيها. لديها في الجهاز الحكومي 11 ضعف العدد المطلوب من الموظفين. تدعم وقود السيارات المملوكة للسفارات والشركات الأجنبية. هو بيشاور لنا على مناطق فعلا بتثير الاستفهام. يعني ايه ادعم سفارات بنزين من الاخر؟ ما يشتري، انت عندك يجي 170 سفاره في مصر بملحقيات بقنصليات بموظفين، يعني ازاي انا احكمها؟ يعني اخصص مثلا كم بنزينه لان دي بنزينات السفارات يشتروها بالسعر العالمي ويشتروها بالدولار؟ نقدر نوصل لكده؟ مش انتوا قلتوا هنعمل كروت البنزين؟ انا عن نفسي طلعتها. طيب ما نعمم فكره كروت البنزين، هنشتريه ب 5 جنيه اللتر 92، البنزين 92، بس امنع بقى الهيئات الاجنبيه والكلام ده ان هم ياخدوا دعم. اتمنى وزاره البترول توصل لده. النهارده 31 يوليو تنتهي فتره رئاسه الاستاذ الدكتور جابر نصار رئيسا لجامعه القاهره بعد 4 أعوام كاملة قضاها كرئيس لجامعة القاهرة. يكاد يكون دكتور جابر نصار هو أكثر رؤساء جامعة القاهرة في العصر الحديث اللي فعلا قدر إن هو يترك بصمة في الجامعة. استلمها مديونة، سلمها دائنة، يعني معاها فلوس. حجم الإنفاق على البحث العلمي ارتفع في عهده 300 مليون جنيه. وفر للجامعة في إعادة بس هيكلة، أول قرار خده في إعادة هيكلة كان موفر 3 مليون جنيه. الجامعة كانت في الترتيب 1300 عالميا وفقا لأحد التصنيفات للجامعات، وده كان التصنيف الأسباني. النهاردة في هذا التصنيف جامعة القاهرة رقم 507
وثمانين. الأجمل إن هذا الرجل هيئات ومؤسسات مصرية وشخصيات عامة طلبوا منه إن هو يجدد وياخد فترة تانية، قال لهم لا أنا خلصت الأربع سنين عايز أرجع أستاذ بكلية الحقوق. يعني إحنا بنحييه النهاردة في المصرف أفندي لأنه كان لأنه من يعني أراه هو المصرف أفندي بحق النهاردة، وإحنا ما أطلقناش لقب بالمصرف أفندي على أي شخصية، بس هو نموذج للشخصية اللي عندها وعي سياسي. كان مسيس، راجل مسيس، وكان في عضو لجنة الخمسين والكلام ده في إعداد الدساتير المصرية. لكن لما تولى منصب تنفيذي مش الناس بقى اللي يضحكوا علينا يقولوا لك كلام حنجوري ولما يجي يقعد على كرسي يلبس له في الحيطة، لا هو لا كان هوى ولا بلح، راجل عن حق. كتب بوست النهاردة بيقول في هذه اللحظة أقول اليوم أكملت مدتي، أتممت مهمتي، سلمت بفضل الله وعونه للوطن جامعة متألقة منارة للعلم والمعرفة والنور والتنوير، المجد لجامعة القاهرة. بنشكرك طبعا دكتور جابر نصار، ونتمنى أن يكون خلفك يعني خير خلف لخير سلف. تعالوا نروح لفقرة السبعة. عايز أكلمكم النهاردة في فقرة السبعة اللي ما عملناهاش بقالنا يومين وكل يوم نأجلها، لا النهاردة بقى نعملها. طب فقرة سبعة نتكلم على ايه؟ اشهر واضخم سبع جنازات مصرية في العصر الحديث. تعالوا نبدأ بأول جنازة كبيرة شهدها المصريين. جنازة عبد الناصر الأكبر في تاريخ مصر. جنازة هي الأكبر، كانت في أكتوبر 1970 لأن الرئيس توفي 28 سبتمبر. حضرها كل رؤساء وحكام العرب ما عدا ملك السعودية في هذا الوقت الملك فيصل الله يرحمه لأنه كان في خلاف مع مصر. الملك حسين بكى فيها، ياسر عرفات، ملايين. مصر أقامت نعوش تقليدا يعني موجودة في كل مساجد الجمهورية، وكانوا بيخرجوا شايلين النعش على كتافهم وكأنهم بيودعوا عبد الناصر. هي الجنازة الأضخم في تاريخ مصر. تعالوا نروح نشوف الجنازة التانية. جنازة أم كلثوم 4 ملايين في وداع الست. جنازة أم كلثوم اتحركت من مسجد السيدة زينب صلوا عليها، طلعت بعد كده على مسجد سيدنا الحسين بناء على وصيتها. مشي في هذه الجنازة 4 مليون مواطن مصري. الجنازة كانت في 5 فبراير 75، كانت تاني أكبر جنازة من حيث العدد. نشوف ثالث أكبر جنازة. جنازة عبد الحليم حافظ، بكاء وانتحار وصدمات نفسية. أميمة عبد الوهاب فتاة مصرية عندها 21 سنة ساكنة في نفس العمارة اللي ساكن فيها عبد الحليم حافظ. أول ما عرفت بوفاته رمت نفسها، انتحرت، ماتت. والد فليسامحنه الله، ما قدرش أعيش من غير عبد الحليم حافظ. لما الخبر انتشر بتاع وفاة عبد الحليم حافظ ناس كتيرة معظمهم من الفتيات أغمى عليهم واللي حاولوا الانتحار. جنازة عبد الحليم كانت جنازة كبيرة جدا، ممكن يكون عنوانها الجنازة اللي حملت أكبر صدمة نفسية لقطاع كبير من الشباب في مصر والوطن العربي. نشوف رابع جنازة. جنازة السادات 800 زعيم في وداع بطل الحرب والسلام. الرئيس الأمريكي في وقت وفاة الرئيس عبد السادات، اغتيال الرئيس السادات في الجنازة، كان رونالد ريجن، ولأسباب أمنية المخابرات الأمريكية منعته من حضور الجنازة. لكن هي الجنازة المصرية اللي حضرها 800 شخصية دولية، 800 شخصية عالمية، رؤساء حاليين وسابقين. الملاحظة في هذه الجنازة أن غلب عليها الطابع الرسمي أكثر من الطابع الشعبي. المصريين ممشوش بكثافة
في جنازة السادات، رغم أن الرئيس السادات هو الرئيس اللي حقق لك النصر وهو اللي أعاد ليك الأرض والعزة، لكن تحل المصريين. نروح نشوف خمس جنازات. جنازة الشيخ الشعراوي مليونية في وداع إمام الدعاء. دي جنازة غريبة شوية، ما يعني مشيت في شوارع القاهرة حاجة بسيطة عند منطقة الأزهر والدراسة، ركبت عربية راحت دقدوس قرية الشيخ محمد متولي الشعراوي. ربما لإجراءات أمنية ما كانش ينفع جنازة الشيخ الشعراوي في العصر الحديث وهو توفي في أواخر التسعينات إنها تخترق شوارع القاهرة، هيبقى فيها مشاكل أمنية كبيرة، فنقلوها فورا على الدقهلية في دقدوس. جنازة الشيخ الشعراوي كانت مليونية عن حق، مشي فيها ملايين. دي كانت خامس جنازة كبيرة بيشهدها المصريين. نشوف سادس أشهر جنازة. جنازة أحمد زكي، الفتى الأسمر فوق أعناق محبيه. بعد الألفية الثانية ودخولنا في الألفية الثالثة، يعني من بعد 2000 بقى وانت طالع، خلاص الجنازات بقت أمر عادي، ما بقيناش في مصر هنشهد جنازات مليونية ضخمة كبيرة. المصريين إما بقى الإجراءات أمنية أو خلاص الدنيا خلصت، يعني واحد مات هتدفن، أقصى حاجة هتحضر العزاء وخلاص. لكن إحنا آخر حاجة بقى جنازة الشعراوي، وشعراوي كان قامة دينية كبيرة أوي، مش لمصر بس، مصر والعالم الإسلامي. لكن فنان أسمر ميت عن عمر 56 سنة، زي بقية الفنانين اللي بيموتوا هنحضر العزاء أو يمشي وراء أصحابه. لكن فوجئنا إن جنازة الفنان الراحل الكبير أحمد زكي بتشهد عشرات الآلاف بدون مبالغة، وبل مئات الآلاف من عند مسجد مصطفى محمود حتى مقر دفنه في 6 أكتوبر. هنروح نشوف سابع جنازة، ودي مفاجأة تماما، هتعرفوا مين الشخص ده وتسألوا عنه. جنازة صلاح عطية، مئات الآلاف في وداع رجل لم نكن نعرفه. ده راجل انت ما تعرفوش، اسمه صلاح عطية، ولا هو في شهرة عبد الناصر ولا السادات ولا أحمد زكي. جنازة غريبة أوي، وأنا الأول مرة أقول لك عنه مثلا. مين صلاح عطية ده؟ ده راجل كان يعمل في التعليم الأزهري ومسؤول عن بناء المساجد والتعليم الأزهري في الأزهر. عرف عنه أن الراجل ده بيتاجر مع الله، يعني كان ليه أيادي بيضاء، أيادي خير على ناس كتيرة جدا. اللي أنت تعرفهم ولا أنا أعرفهم، بس أول ما عرفوا خبر وفاته افتكروا الخير اللي الراجل ده بيعمله فيه، فمشوا في جنازته. أنشأ عشرات المعاهد الأزهرية، أنشأ بيت مال المسلمين، بيقول لك ما كانش فيه فقير واحد في القرية اللي هو اتولد فيها، عمل محطة قطار بالبلد اللي هو عايش فيها بالجهود الذاتية، بتفاهنا قرية تفاهنا الأشراف بمئة غم، أنشأ بيت طالبات يسع 600 طالب، إنشأ بيت طلاب يسع 1000 طالب بالقرية. يعني أي قرية كان بيزورها بيقوم فيها بيت مال للمسلمين، يعني تجهيز عرائس للزواج، مساعدة اليتامى. فكان عنوان هذا الرجل أنه تاجر مع الله، فلما تاجر مع الله جنازته كانت مليونية، ناس كتيرة خرجت وراه. صلاح عطية، افتكروا هذا الاسم، نسأل الله لهم جميعا الجنة. امبارح احنا كنا بنعرض قصة الطفل ياسين في مستشفى 6 أكتوبر، واللي كان موجود في الحضانة، واللي الممرضات والأطباء بعضهم كانوا بيشيلوا الفيشة عشان يشحنوا الموبايل، يشيلوا الفيشة ويشحنوا الموبايل. الطفل ياسين مات، وجدة الطفل ياسين كانت معانا امبارح على التليفون، واحنا نشدنا وزارة الصحة بالتحقيق في الموضوع، ان الكلام ده ما ينفعش يستمر. فعلا وزارة الصحة النهاردة تابعت الموضوع، والنيابة العامة الاول
بدأت التحقيق في البلاغ اللي قدمته أسرة الطفل والد الرضيع ياسين، وبيتهموا في المستشفى والأطباء بالإهمال الطبي، وجايبين بقى في المحضر كل حاجة. استجوبوا الطبيبة واستدعت النيابة بعض الأطباء لاستجوبهم، والنيابة أمرت بوقف طبيبة الأطفال المسؤولة عن مباشرة الحالة. بصراحة لا تستحق يعني بس الإيقاف، بس لا، عايزين حاجة أكتر من الإيقاف، وقف الطبيبة المتسببة بوفاة الرضيع ياسين. احنا بس كنا بنعمل لكم متابعة عن الخبر على أساس المخطئ، زي ما كنا بنتكلم امبارح عن الإهمال، المخطئ ينال جزاء. بعد الفاصل هنفتح موضوع مهم جدا عن المدارس اليابانية في مصر، المدارس اليابانية في مصر، فقرة تهم عدد كبير جدا من حضراتكم. وعايز اقول لكم فكرة المدارس اليابانية في مصر نشأت لما السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي زار اليابان وشاف نموذج لهذه المدارس، فقال انا عايز من ده في بلدي. نطلع فاصل. بعد الفاصل، المدارس اليابانية في مصر، متى ستبدأ الدراسة بها؟ وما هي نقاط الاختلاف والتميز عن أنماط التعليم المختلفة في مصر؟ وما هي شروط التقدم والقبول بها؟ وما هي قائمة المدارس التي ستبدأ العمل مع العام الدراسي الجديد؟ تفاصيل لا يناقشها المصرف أفندي مع الدكتور ياسر عبد العزيز، مدير عام الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي واللغات. تدرج الدكتور ياسر عبد العزيز الحاصل على ماجستير مناهج وطرق تدريس من جامعة عين شمس في مناصب وزارة التربية والتعليم، مديرا لعدد من الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، حتى تولى منصبه الحالي قبل 5 أشهر ليتولى الإشراف على ملف المدارس اليابانية في مصر منذ بدايتها.